بدأ الموسم التسويقي في ساحل الشرقاط. قام السيد القائم مقام ومدير الناحية ساحل الأخضر بافتتاح طريق محاذي للسلسلة الجبلية، لأن الموقع موجود في الحي السكني، يعني الموقع دائما يدور الموقع مؤهل بالسكان. فصعوبة استلام الموقع وصعوبة وصول السيارات إلى الموقع، جزاهم الله خير افتحوا لنا هذا الطريق، والآن السيارات على شكل سلسلة سيارة بعد الأخرى بساتر، يعني ما ممكن أنه سيارة تجي بالأخير وتدخل بالأول. سلسلة مثل ما حشيت لك، تدخل السيارة إلى الموقع وقوم سحب نموذج من الكمية وفحصها بالمختبر، بعد أن تدخل إلى الرقم السري تذهب النموذج برقم سري إلى المختبر ويتم فحصه وتم استلام المحصول. لاحظنا بداية الموسم أنه كانت الرطوبة عالية لأنه كان الحصاد سابق الأوان، يعني أول يومين، أما الآن الأمور ماشية والحنطة جيدة وموسم غزير إن شاء الله، وإن شاء الله ما نخلي من مجهود من شيء المزارعين وهن، وما نقصر معاهم ونستلم جميع الحبوب. بدأت عملية الحصاد في ناحيتنا والأمور الحمد لله جيدة جدا والتسويق مستمر. بالنسبة لنا كوحدة إدارية واجبنا تنظيم وترتيب وعمل طريق خارج المنطقة، فقمنا بإنشاء طريق محاذاة الجبل بعيد عن العوائل، والحمد لله الأمور كلش جيدة وماكو أي مشاكل. بالنسبة للأمور الثانوية هاي تخص السائل والأمور الفنية ما نتدخل بها، أكو حمايات أيضا موجودة للشاحنات وللسواق، والأمور الإدارية الباقي كلها متوفرة وإحنا موجودين يعني بتماس معهم. تم هذا اليوم زيارة لمجمع حبوب الشرقاط في اليوم الرابع لعملية تسويق محصول الحنطة لعام 2020 للوقوف على المعضلات والمعوقات التي تصاحب عملية التسويق، وكذلك وردت بعض المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها بإدخال حنطة مستوردة أو حنطة مهربة خارج الخطة التسويقية، وكذلك نزلت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أنه استيفاء مبالغ من قبل موظفين وزارة التجارة في السايلوات، ونحن كجهة رقابية قمنا هذا اليوم بزيارة تفتيشية للوقوف على واقع الحال، والحمد لله لا يوجد أي شيء من هذا القبيل.